السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. حفيدة فيفي عبده تخرج عن صمتها وتحكي ايه سبب طلاقها من نور هشام سليم المتحول من بنت الى ولد. يلا نعرف كل التفاصيل مع بعض، بس قبل اي حاجة صلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام، ويلا نبدأ بسم الله. حفيدة فيفي عبده اللي اتجوزت من فترة من نور هشام سليم اللي كان متحول من ولد لبنت، هتتكلم بقى عن سبب الطلاق وايه اللي حصل لها. اسمها شهد محمود الدسوقي اللي هي حفيدتها، اللي هي والدتها، اللي هي مفروض فيفي عبده اتجوزت طبعا مين؟ نور هشام سليم اللي هو المفروض مكتوب في البطاقة بنت، ولحد الان بيلبس حلة، بس هو قال ان انا عملت عملية تحويل وبقيت من نورة لنور. طبعا بعد اتمام الجواز اي عروسه بتبقى نفسها تبقى ليله فرحها، تبقى مبسوطه، كلنا بتكون اسره علشان تخلف اولاد وتبني مستقبل وكل الحاجات اللي انتوا عارفينها دي. طبعا بعد الجواز وبعد ما ذهبت راحت لبيتها مع عريسها اللي هو المفروض نور ابن الفنان هشام سليم، اكتشفت ان نور لسه زي ما هو نوره، وانه التحول اللي هو حوله كان تحول ظاهري بس، يعني خد شويه هرمونات عشان بس يظهر له الشعر او الشنب او الدقن، الحاجات اللي ظهرت له ده، يعني التحول كان خارجي بس. طبعا هي لما عرفت الموضوع ده انهارت وفضلت تصرخ وتحس ان هي اتضحك عليها، على الرغم ان هي عارفه من البدايه ان هو المفروض مولود بنت وكان اسمه نوره، هو اللي قال انه عمل عمليه تحويل وليس تصحيح كمان. يعني والده هشام سليم طلع قال عمل تصحيح، ولكنه طلع بعد كده انكر وقال لا انا عملت تحويل من بنت لولد. طبعا ما عملش تحويل ولا حاجة، وهو زي ما هو لسه بنت. وهي اكتشفت الموضوع ساعتها، لما اكتشفت الموضوع راحت لبيتها اللي هي بيت والدتها عزة مجاهد، اللي لحد الان ما طلعتش ولا كدبت ولا نفت اي خبر من اللي السوشيال ميديا عمالة تتكلم عليها طوال الفترة اللي فاتت. نور هشام سليم زي ما هو، ما زال بنت زي ما هو، وهو نفسه اعترف اخر اعتراف لما سألوه قالوا له انت ليه لابس حلق؟ قال لهم طول ما البطاقة مكتوب فيها انثى انا هفضل البس حلق. ده بالعكس، مش طلعت البطاقة بس هي اللي مكتوب فيها انثى، هو زي ما هو لسه نورة، التحويل كان مجرد خارجي بس. طبعا معاه فلوس فقال انا مش عاجبني اكون بنت فهحاول اكون ولد، ونسي ربنا ونسي اي حاجة. وطبعا ده حرام شرعا ان هو يعمل حاجة زي كده. حتى والده اللي هو هشام سليم طلع وقال لا انا ابني المفروض راجل دلوقتي، لانه كان بيعمل تصحيح وهو كان في عنده مشكلة وراح يصححها، لكن ابنه نفى الكلام ده بكل بجاحة. طبعا اي حد فيهم معاه فلوس بيطلع دلوقتي اللي تعمل عملية تجميل وتتشوه، او يعمل عملية تحويل يبقى بنت مش عاجبه يبقى ولد والعكس. طبعا كل ده غلط وحرام، ربنا خلقنا في احسن صورة، ولو ربنا عايز يخلقه ولد كان خلقه ولد من الاول، انما هو بيعدل في خلقة ربنا كده، ده حرام. وربنا برضو بيعاقب، وربنا مش هيسيبه في اللي هو عمله، بالعكس ده اتفضح وشهد بنت فيفي عبده وما سكتتش كمان من وقت ما اتطلقت. في الاخر برضو بلوم على شهد، لان هي عارفة الموضوع من الاول، وفيفي عبده اللي ساكتة هي وبنتها عزة وما بتكلموش في الموضوع. طبعا بعد ما شهد اكتشفت كل حاجة، قرر نور او نورة بقى المفروض نورة هشام سليم انه يسيب البلد ويسافر لدولة اوروبية تسمح بالحاجات الغلط اللي هو بيعملها دي، لان هناك مسموح ليهم يعملوا كده، انما احنا هنا في بلدنا الشعب المتدين اللي هو بيحافظ على العادات والتقاليد والاصول ما بيرضاش بالكلام ده، مش هنسمح ابدا ان في واحد متحول او شاذ او ما تعرفلوش اي حاجه يعيش في وسطينا. احنا شعب بطبعه بنحب الناس الطاهره النظيفه، مش واحد بس طالع حتى بيقول محدش ليه علاقه ومحدش ليه دعوه، وبعد شويه تصور مع ولد صور شكلها مش تمام خالص، وبرده قال محدش ليه علاقه وانا حر في حياتي، وبعد شويه برده طلع في صوره كمان وهو لابس بنت، وبعد كده كان بيدعم اللي توفت قدامكم ديت اللي كانت قبل كده المفروض انها شاذة، كان بيدعمها وبيقول يعني انا هي مش احسن مني، انا عملت عملية تحويل وليس تصحيح. طبعا كل الحاجات دي بتغضب ربنا وربنا ما بيرضاش بيها. حبايبي شكرا ليكم على حسن المتابعة، استنوا مني كل جديد، وما تنسوش تدعموني بلايك وتنوروني في قناتي لو كنتوا لسه مش كنتوا مشتركين فيها. بشكركم جدا على حسن المتابعة، شكرا، سلام عليكم.